في محادثة عجبتني فقلت أشاركها معاكم، وبعد كده نشوف تعليقات دكتور خالد منتصر وكريم جايين. أعتقد الحلقة دي جميلة وهتعجبكم، ياريت تشوفوها للآخر. وأيضا هنشوف تصريحات الرئيس الجزائري. نبتدي بالمحادثة. حسام حسن هو اللي نشرها. ألو دومينيز بيتزا؟ لا يا فندم، مع حضرتك جوجل بيتزا. جوجل ايه؟ الظاهر اني طلبت رقم غلط، اسف. لا يا فندم الرقم مظبوط، جوجل اشترت دومينيز بيتزا من كام يوم. يا نهار ابيض، انتوا ما خليتوش حاجة الا واشتريتوها. طب عاوز بيتزا من فضلك. ولا يهمك يا فندم، احنا تحت امرك. تحب حضرتك نبعت لك طلبك المعتاد؟ انتوا تعرفوا منين طلبي المعتاد؟ انتوا بتقولوا شاريينها من كام يوم بس. حسب رقم موبايلك يا فندم، اخر 15 مرة طلبت بيتزا فراخ سبايسي سميكة مع اطراف محشية جبنة. خلاص طيب ماشي، جيبها لي. طيب ايه رأيك يا فندم المرة دي تجرب بيتزا الخضار بعجينة رفيعة من غير حشو اطراف؟ لا شكرا شكرا، انا ما بحبش الخضار. بس الكوليسترول عندك عالي جدا يا فندم. ايه ده، وانت ايه اللي عرفك اصلا؟ المستشفى يا فندم اللي حضرتك بتعمل فيها فحوصاتك ربط نظام الفحص عندها مع جوجل، ونتائج حضرتك خلال 7 سنين الاخيرة ظهر قدامي على الشاشة. ده ايه الحصار اللي ما يعلم بيه لربنا ده؟ لا يا سيدي، برضو مش هاخد بيتزا خضار، وملكش دعوة بالكوليسترول بتاعي، انا عندي علاج بستخدمه. بس حضرتك يا فندم مش منتظم على العلاج ده، يعني حضرتك من 4 شهور اشتريت علبة من صيدلية العزبي فيها 30 قرص، ومن يوميها حضرتك ما اشتريتش تاني، رحت صيدلية تانية واشتريت منها. بس مفيش اي عمليات شراء ادوية على بطاقتك الائتمانية خلال ال3 شهور اللي فاتت يا فندم. دفعت كاش يا اخوي؟ مستحيل يا فندم، لان حسب بيانات البنك اللي حضرتك بتتعامل معاه اخر عملية سحب نقدي كانت 150 جنيه من اكتر من 4 شهور. انا عندي فلوس كاش مخبيها من زمان، رحت صيدلية مصر واشتريت من عنده. صيدليات مصر يا فندم بتحفظ جميع مشتريات الزباين برقم موبايلاتهم، ورقم حضرتك ما تسجلش على مشتريات الصيدلية من سنة. طب اولع في نفسي يعني عشان تستريح؟ خلاص يا سيدي، مش عاوز بيتس ولا جوجل ولا واتساب ولا فيسبوك ولا تويتر ولا انستجرام، هطير من الدنيا دي خالص عشان اخلص منكم. هروح جزيرة ما فيهاش لا نت ولا موبايلات ولا تليفونات ولا حد يتجسس عليا. استريحت كده؟ اللي تأمر بيه حضرتك. بس لو حضرتك حبيت تسافر ما تنساش تجدد جواز سفرك لانه منتهي من شهرين. نيجي بقى لتعليقات دكتور خالد منتصر المثيرة. نشر الصورة ديت مؤخرا فتاوى الحرم المكي، فتاوى المواعظ والكلمات لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، فقه العادات، هل تجوز الرقية بالكهرباء إذا استصعب على الراقي إخراج الجن؟ وعلق على الصورة ديت وكتب إخراج الجن بالذكاء الاصطناعي. في تعليقات طبعا على البوست ده هوت، خالد كتب على حسب، لو طيار مستمر يبقى الجن هيتحرق، لو طيار متردد يبقى بنسيب له فرصة عشان يخرج سليم. نرمين كتبت هو صحيح هيكلف في فاتورة الكهرباء بس افضل من اخراج الجن يدوي. عسمة كتبت لو الجن مزارجن ومش عاوز يطلع يجوز ان هو ايه بالذكاء الصناعي نطلعه. وفاء كتبت لا يكونوا هيكهربوا الناس عشان العفريت يطلع. ايضا نشر البوست ده هوت الازهر يحدد 9 ضوابط لارتداء الملابس اللائقة من الوطن، وعلى عليه هل الضوابط دي بتشمل الملابس الداخلية؟ وهل في بوكسر شرعي ينصح
به الأزهر؟ طبعا كان في تعليقات كتيرة، منها الكاتبة سحر الجعارة كتبت: تقدم مذهل، تخلوا عن تعبير الحجاب الزي الشرعي وداخلين على الدريس كود. مريان كتبت: الموضوع وصل للهدوم، طب امتى هننزل وصفات الاكل اللائق؟ فالدكتور خالد منتصر رد عليها: الملوخية الشرعية هتلاقيها في صفحة 9. شريف حمادة كتب: ما للأزهر وأزياء الشعب، هل هذا مهمة أكبر مؤسسة دينية؟ وماذا لو مواطن قرر يرتدي زي مخالف لضوابط الأزهر؟ ما الحل مع ضيوفنا السائحين من الدول الأوروبية والشرق الأقصى وأمريكا اللاتينية والشمالية؟ دكتور خالد رد عليه وقال له: ما يهمش السياحة، ما يهمش الصناعة، ما يهمش الدخل القومي، المهم أننا نسمع كلام الأزهر. أيضا كتب دكتور خالد منتصر: في بلد سياحي يتم إخراج اللغة الثانية من حساب المجموع، وفي وطن المرضى النفسيون اللي في شوارعه أكثر ممن هم في مستشفياته يتم إلغاء مادة علم النفس. وعجبي نفرتيتي كتبت: بلد سياحية ايه بس يا دكتور، كنا في زيارة لمصر في يناير وعملنا كروز الأقصر وأسوان، المضايقات اللي تعرضنا ليها في الشوارع من بتوع الحنطور ولا البياعين ولا في المراسي على النيل ولا في السوق التجاري، حاجة بجد تقره الواحد في عيشته وفي السياح وفي الآثار. تخيل حضرتك، احنا مصريين وهي دي مشاعرنا، ربنا يعين الأجانب من اللي بيتعرضوا له بالطريقة دي، احنا رايحين في داهية بخطى ثابتة. ايضا نشر الصورة ديت عندها سحر ومس، وخبر من القاهرة 24: المتهمة بضرب وسحل حماتها في الشرقية تنهار امام النيابة، مش عارفة عملت كده ازاي في حماتي، بقالي اسبوع بتعالج من المس والسحر، انا مسحورة ومن اسبوع بتعالج، ندمانة اشد الندم على ما فعلته، وذهبنا لعدد من الشيوخ من اجل العلاج. ايضا الصورة ديت من القاهرة 24: مسحورة ومش عارفة عملت كده ليه، المتهمة بضرب وسحل حماتها بالشرقية تنهار امام النيابة. وكتب بقى تعليق على الصورتين دول: اسهل حل دلوقتي لتبرير اي سلوك مشين هو السحر والحسد والجن الى اخره، ولو حاولت تعترض هتلاقي الرد جاهز، انت هتكفر، ده السحر والحسد والجن مذكورين في القرآن، الشيخ بيقول الجن بيسرق، الزوجة بتقول الجن عاشرني، الست شدت حماتها من شعرها وسحلتها وضربتها علقة موت، دي غلبانة مسحورة يا بيه. تعطيل القوانين الطبيعية بالكرامات والسحر والجن والعفاريت والعين الحسودة إلى آخره، عادة مصرية لتبرير الجهل والتخلف والحماقة والعنف. أيضا نشر الصورة ديت: أرباح كوكاكولا تفوق التوقعات في الربع الثاني من 2024، والشركة ترفع توقعاتها للطلب خلال العام. محمد سعد بيتعجب وبيقول، كأنه بيقول بلدينا الناصح هو اللي عمل كده، عشان هو بيشتري دستة يوميا عشان يدلقها في الشارع. أيضا نشر تامر أمين وهو بيقول: افرحوا براحتكم بالتخرج، لكن تشغلوا مزيكا وترقصوا ده امر مرفوض، مين قال ان الفرح مقترن بالرقص قدام الناس؟ بالنسبه لي ده معصيه وعاده اجنبيه غريبه عن مجتمعنا. ايضا نشر الصوره ديت الزباله طبعا حوالين صناديق الزباله: وهل تعلم ان الموساد الاسرائيلي هو الذي يمنعنا من إلقاء الفضلات في مكانها المخصص؟ أيضا الخبر ده هو: بعد سحل عروسه في قاعة الفرح عريس كفر صقر معمول لي عمل.
نشأت كتب كله بيضرب ويشيلها للجن. ضرب يقولوا الجن، سرقة الذهب يقولوا الجن، حمل سفاح أو معاشرة يشيلوها للجن. الله يكون في عون الجن من شياطين الإنس. أيضا نشر دكتور خالد منتصر سورة الإبل وكتب قامت منظمة الصحة العالمية بالتحذير من شرب بول الإبل الذي يتكون من مجموعة من الإفرازات والنفايات وسموم الجسم التي تخرج من الكلى، فكيف يمكن علاج الأمراض المستعصية بالسموم التي تخرج من الجسم؟ نشرها بالعربي وبالإنجليزي. أيضا نشر الصورة ديت بتاعت عداد الغاز وكتب عليها عداد الغاز الذي يعمل بالكارت صار لعنة كل بيت مصري، طوابير المواطنين الذين يشتكون أن الغاز قطع فجأة والكارت فيه فلوس كتير صارت عادة يومية في شركة الغاز. المواطن مش فاهم حاجة والموظف نفسه متلخبط. كارت الكهرباء نعمة وسهل بالنسبة له، لكن مع عداد الغاز انت بتتعامل مع مفاعل نووي معقد. الكارت مش زي الكهرباء، ما تعرفش تشحن من الموبايل، لازم تروح الشركة وموظف يقولك اشحن كل شهر وموظف تاني يقولك اشحن كل شهرين. لا، روح حدث الكارت. لا، كلم الطوارئ. السؤال ليه تشحن الكارت كل شهر ومشاوير وتكلفة وتعطيل وهو في رصيد 100 و200 جنيه؟ هو عذابه خلاص. الغاز شيء حيوي وما ينفعش يبقى السيستم بهذا التعقيد ويبقى العداد الغاز ابو كارت يمثل قطعة عذاب للمواطن. كفاية عليه متاعب ومشاكل تانية اهم يفرغ ليها اعصابه ووقته. أرجوكم سهلوا على الناس، وأول خطوة مدام الكارت فيه رصيد ما تقطعش عليه ويبقى الشحن بالنسبة له إتاوة شهرية. ده المواطن دلوقتي ناقص يحضن عداد الغاز القديم ويعمل له تمثال ونصب تذكاري. كان عداد طيب والمحصل بيجي والغاز ما بيقطعش. عداد الغاز الكارت عقاب لا يستحقه المواطن المصري. سهلوا على الناس ربنا يسهل عليكم. موقف حصل لمصطفى ابن بدر قلت اشاركه معاكم، جايز حد يتعرض لهذا الموقف. هو رد على حد كتب كلموني عن كرم ربنا، فهو بيقول مواقف كتير اخرهم وانا نازل مصر اخر مرة بعد وقوف الطيارة جاي اخد شنطتي من الرف ملقتهاش. شنطة ظهر فيها لابتوب وتليفون الشغل والهارد اللي عليه كل البكب بتاع شغلي وملفاتي الشخصية ومفتاح العربية الوحيد واللي كنت سايبها في جراج المطار في انجلترا، مفتاح الشقة والعمارة كمان، حاجات تانية كمان زي الشواحن والباور بانك والايربادز جديدة هدية. للأسف اتصرفت غلط ومجريتش ألحق الناس اللي نزلت واستنيت لما الطيارة فضيت أشوف يمكن حد غير مكانها، بس لقيت شنطة بدلها. بس نزلت من الطيارة جري بدعي ألاقي اللي أخد الشنطة، ولكن كنت تأخرت وركاب طيارتين واقفين عند الجوازات. أفراد الأمن حاولوا يساعدوني، طلبوا صورة للشنطة. مطار سفنكس لسه ما فيهوش نت وما كنتش اشتركت في باقة نت لسه، ومع التوتر الموضوع اتأخر شوية، وطبعا الطابور بقى كبير جدا بعد كلام كتير. الناس اتعاطفوا معايا وقالوا عدي انت والحق الناس بره. الحمد لله باسبوري بيكون معايا مش في شنطة الظهر. المهم عديت الجوازات على امل اقابل الناس عند سير الشنط، ولكن تقريبا كان ركاب طيارتي خلاص اخدوا شنطهم ومشي. الوضع بقى صعب ودماغي عمالة تفكر هعمل ايه في كل الحاجات اللي ضاعت ديت. طب هقول للشغل ايه؟ طب هحرك عربيتي ازاي من غير مفتاح؟ بس ابدا ما ضاعش الامل في ربنا. بعد 4 ساعات ربنا يسر لي حد محترم من موظفي الجمارك اتواصل مع رتبة من شرطة المطار وكان محترم جدا، كلمني وقال هنراجع الكاميرات ونعرفك.
لكن للأسف ما عرفوش يتوصلوا للشنطة. رجعت البيت وأنا مهموم ومش عارف ابتسم حتى وأنا بسلم على أهلي، لحد ما ابن أختي قال لي ما تشوف التليفون على فايند ماي فون، لكن تليفون الشغل كان فاصل شحن في آخر ظهور كان في شقتي في إنجلترا. عملت ليه لوك وسبت رسالة فيها رقمي المصري على أمل إنه اللي أخذ الشنطة يتصل، ودايما بقول يا رب. بعد الفجر ظهر لي إن التليفون بيشحن في محافظة تانية برا القاهرة. قلت الحمد لله بدأت تنور أهو وبإذن الله يرجع. اتفقت مع أخويا إني أرجع المطار أعمل محضر فقد للشنطة عشان أقدمه للشغل وما يعتبرونيش سرقته، وهو هيتحرك مع صاحب ليه للمحافظة التانية على العنوان اللي ظهر لينا. ما كانش في خطة هيعمل ايه لما يوصل، بس كان ناوي يرتجل وخلاص، حتى لو هيسأل في البيوت شقة شقة، حد هنا رجع من انجلترا امبارح؟ بعد ساعتين مثلا وانا واقف مع الضابط في المطار بنتكلم، وانها اتخذت من الطيارة منش على الاراضي المصرية، والموقف صعب والمحضر هيبقى بعده عرض عن النيابة. لقيت تليفوني بيرن، استأذنت أرد. ألو، أيوة، أنت كنت مسافر امبارح من انجلترا لمصر وشنطتك ضاعت؟ أيوة، معلش يا ابني أنا خدتها بالغلط. ممسكتش دموعي وأنا بقول الحمد لله الحمد لله، سجدت شكر وأنا مش مصدق نفسي إن ده حصل. بلغت أمي أول حد وكلمت أخويا، اديته رقم التليفون يتواصل معاهم لما يوصل، والحمد لله الشنطة رجعت ما نقصتش حاجة. استشعرت فضل ربنا وكرمه. أما عن تصريحات الرئيس الجزائري فأحمد موسى كتب: بعيدا عن هؤلاء الذين يصطادوا في الماء العكر لإحداث الفتن، فقد استمعت عدة مرات للفيديو الكامل لما قاله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن غزة. لم يتحدث فيه عن إرسال الجيش الجزائري لشن حرب ضد الكيان الصهيوني، بل تحدث عن فتح الحدود بين مصر وغزة لكي يرسل أطباء لعلاج المصابين في غزة ونقل شحنات مساعدات وبناء 3 مستشفيات. وللتوضيح الحدود كانت مفتوحة ودخلت عشرات الآلاف من أطنان المساعدات من مصر عبر محبر رفح إلى داخل غزة، وقامت مصر ببناء مستشفى ميداني داخل القطاع، والعديد من دول العالم أرسلت شحنات مساعدات وتولت مصر مهمة إدخالها إلى غزة. أنور مالك كتب: تبون يقول أن الجيش جاهز وينتظر فتح الحدود بين مصر وغزة للتدخل. من يسمع هذا الكلام يعتقد أن التدخل هو عسكري لحماية الفلسطينيين وردع المحتلين، ولكن الأمر ليس كذلك، بل هو لبناء مستشفيات حرم منها الجزائريون أصلا. في كل العالم تجدون الجيوش للحرب، إلا في الجزائر فجيشها لإطفاء الحراك وفتح الطرقات عند تهاطل السلوج ونقل المساعدات الإنسانية وبناء المستشفيات، والذي هو من اختصاص الحماية المدنية وجمعيات خيرية ومقاولات للبناء. كريم جايين كتب: الشعب الجزائري يعيش تحت الفقر والفساد السياسي والاجتماعي، والشباب الجزائري لاجئ بالملايين في أوروبا وأحوالهم منتهى البؤس، ويأتي هذا الرئيس يلهيهم بخطابات تشبه خطابات رؤساء الميليشيات الإيرانية وليس كرئيس دولة، ويزايد على مصر ودورها لا يختلف كثيرا عن الحوثي وحماس وحزب الله. انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشكرا لكم.